أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضمنت كلمتك يعني حديثا عن الصحفيين الفلسطينيين وأنت نقيبا للصحفيين المصريين طلبت بوقف قتل الصحفيين في فلسطين. يعني الحقيقة احنا عندنا زملاء أكثر من 1000 صحفي يعملون في غزة على الأرض، أرض غير المعادلة، كل التزييف والتزوير الذي جرى في بداية هذه الحرب للرواية وإنفراد الرواية الصهيونية في المشهد والإعلام الغربي الذي زور الحقائق، صمود الصحفيين الفلسطينيين على الأرض هو من غيره، هو من نقل الحقيقة، ولذلك كانوا يستهدفون نقل الحقيقة. لدينا حتى اليوم ما يخرج من 50 شهيد صحفي ربما في مجزرة لم يعرفها العالم للصحفيين خلال الثلاث عقود الأخيرة. ده رقم مفزع لفكرة ودليل على وحشية هذا الاحتلال. لدينا 50 مؤسسة إعلامية تم استهدافها، عشرات من أهل الصحفيين استشهدوا بسبب لدينا بتكلم هنا على الصحفيين كمان، هو كل صحفي يمشي على الأرض هو مستهدف الآن لأنه لمجرد أنه ينقل الحقيقة، ومع ذلك يواصلون الصمود. وائل الدحدوح ليس نموذجا واحدا، لدينا صحفيين استشهدوا وهم ينقلون الأحداث على الأرض، وأهاليهم استشهدوا من خلال الأرض، وهم مجد لهم، هم كل شيء. التاريخ الإنساني دي مجزرة يعني رهيبة تكشف عن حجم النازية الجديدة التي تحكم العالم. هذه نازية، هذه ومن يساندها نازيون جدد سواء في أمريكا أو في الدول الغربية، هذه نازية. وهذا ما يحدث على الأرض لابد من وقفه فورا. نحن هنا نقف نقول أوقفوا الحرب فورا، أوقفوا استهداف المدنيين فورا. لا نعم الحرية لفلسطين، مجد أرواح الشهداء، لا للتهجير. يعني وستبقى فلسطين حرة، وسيبقى الشعب المجد الشعب الفلسطيني، أستاذ خالد البلشي حضرتك وجهت رسالة قوية جدا بجانب حماية الصحفيين، فهي حرية الصحافة نفسها وحرية الكلمة، وحضرتك عارف كويس قوي ان بتعوق كل منصات الإخبارية حرية الصحافة في الوقت الراهن. رسالة حضرتك رسالتي ان الحرية هي هي الآن الصحافة تقول ان الحرية تصنع الحقيقة. الآن الصحافة على أرض في فلسطين ترسل رسالة عن قيمة أن تكون صحفياً وأن يدافع الصحفيون عن القضايا العادلة. هم غيروا وجه العالم لأنهم يدافعون عن هذه هي أهمية الصحافة. الصحافة الآن تستعيد قوتها وترسل رسالة للجميع أن الحرية والقدرة على النقل بحرية رغم القتل ورغم الدمار ورغم الاستهداف هي من سيغير وجه هذا العالم، هي من سينتصر للعدل، هي من سينتصر للحق. شكرا.